خلينا بربي نرخوا شوية. أنا اللي نقوله لكم وبصدق أنك تحرم إنسان من حريته وتحرم إنسان من عائلته، تحطم له خدمته من غير ما يرتكب حتى جريمة، هذه رأي أكبر المظالم. ما هو قيس عايد قال ما نحبش الظلم ونمقت الظلم. إذا أنت بالمجد تمقت الظلم وتحبش الظلم، عيّت القاضي التحقيق قل له جيب الملف وطلع عليه، أنت رجل قانون وتعرف تقرأ الملفات، أقرأه. وإذا لقيت مخالفة مش جريمة، أنا مستعدة نولي نضرب بالبني عليه، أكثرش من هكا. هذه رسالة، هذه رسالة لقيس سعيد. جيب قاضي تحقيق، اللي قاعدين دايرين بيك من أعضاء حكومة أو مؤسسات قاعدين يقولوا لك الملف هذا فيه تآمر بالحق، قاعدين يغالطوا فيك وقاعدين يكذبوا، مش صحيح. ملف فارغ، وجهة نظر، مظلمة كبيرة، مش وجهة نظر، قاعدة أنا ننقل في الحقائق، مانيش مانيش دبيل مونتاج. إي نعرف، عندي مصداقيتي، عمري 55 سنة يا برهان، مانيش مستعدة باش نبيع مصداقيتي أنا اليوم. من باش نقول حاجات كاذبة، عندي نيابة عمومية وعندي قاضي تحقيق وعندي أجهزة دولة فوق راسي، إذا نقول حاجة كاذبة يجي يخرج ويكذبوني، ومستعدة نتحمل مسؤوليتي إذا كنت كاذبة.